عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله. هنستأنف مع بعض سنة أولى كمبيوتر وحلقة جديدة مع حضراتكم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. هنتكلم النهاردة عن إزاي نتعامل مع الملفات. الأول عايزين نوصل يعني إيه ملف. عشان نوصل يعني إيه ملف هنقول الكلام البسيط اللي جاي ده. الهارد ديسك اللي هو الهارد اللي انا بخزن عليه بياناتي زي ما احنا قلنا قبل كده ان الحاجات اللي موجوده كلها بتتفرج عليها الكمبيوتر دي موجوده على الهارد. الهارد ديسك ده كبير فما اقدرش اتعامل معاه وهو كبير وبيعمل مشاكل كتير، يعني ما اقدرش اتعامل معاه وهو كتله على بعضه، هو كله وحده واحده. فانا بقسمه لحتت اصغر، الحتت دي بسميها بارتيشنز. لو انا فتحت ماي كمبيوتر هلاقي البارتيشنز هم دول بقى 1 2 3 4، خلاص هما الاربعة دول بس. تمام، ده بتاع الفلوبي، ده بتاع السي دي، ده بتاع الدي في دي، ملناش دعوة بيهم خالص. انا بتكلم على الهارد اللي هما الاربعة اللي فوق، خلاص. يبقى اللي تحت دوت ملناش دعوة بيهم، اللي تحت دوت بيشغلوا الاسطوانات، انما الهارد هو الاربعة اللي فوق. فده اسمه بارتيشن او درايف. طب هو ليه يعني نقسمه اصلا؟ هقول لحضرتك ان الهارد ده بالظبط عامل زي ما يكون عندك شقه. فالشقه ديت لو كانت كلها مفتوحه على بعضها وانت ضاعت منك فيها حاجه، فالشقه مساحتها 100 متر، يبقى انت هتدور في قلب ايه؟ في قلب 100 متر، كويس. طب امال لو عندك شقه عاديه متقسمه اوض وضاعت منك حاجه في اوضه، يبقى انت هتدور في ايه؟ في مساحه اقل، فاكيد الوقت اللي هتاخده المساحه الاقل اقل من الوقت اللي هتاخده المساحه الكبيره. فايه هي نفس الفكره. مش معنى كده ان انا اعمل الهارد بارتيشنز صغيره قوي عشان اريح عشان يكون سريع، لا، بس معنى كده ان انا اقسمه لعدد مناسب من البارتيشنز. العدد ده بيكون على حسب مساحه الهارد، بس في الغالب حتى لو مساحه الهارد كبيره كل الناس بتعمله 4 5 6، مش اكتر من كده يعني، وهو لا يستدعي ابدا ان هو يكون اكتر من كده. في ميزه تانية بقى، ان لما بيحصل مشكله يعني في مشاكل كتير بتحصل في بارتيشن واحد فما ياثرش على الباقي، فانا اعالج المشكله ديت او احلها وما تاثرش على الحاجات اللي موجوده في الاجزاء الباقي. انما لو الهارد كله كانت مساحه كان كله على بعضه حته واحده، لو حصلت مشكله في اي حاجه ممكن كل الحاجات اللي عندي تطير وما اقدرش ارجعها تاني. دي فكرة البارتيشن. تاني حاجة عايزين ناخدها الفولدر. أول ما أخش جوه البارتيشن ألاقي الفولدرات، ده اسمه فولدر، وده 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 كل الصفر دول، حتى ده فولدر بس الأيقونة بتاعته الرسمة نفسها اسمها أيقونة الرسمة، إنما هو اسمه فولدر، إنما الرسمة اسمها أيقونة. ده فولدر برضو بس الأيقونة بتاعته متغيرة، خلاص. طب امال ايه الفايل؟ الفايل اللي هو ده او ده او ده، الفايل هو الحاجه اللي انا بشغلها، انما الفولدر هي الحاجه اللي بتحميلي الحاجه اللي انا بشغلها، خلاص. يبقى ده الفولدر والفايل، كويس. طب لو دخلت جوه الفولدر، لو رجعنا كده مثلا، جيت انا هنا دخلت جوه الفولدر، دخلت جوه الفولدر لقيت فولدر برضو، يبقى ما اسموش فولدر بقى، اسمه سب فولدر. يعني فولدر دي يعني مجلد، فصب فولدر دي يعني مجلد فرعي، يعني جوه مجلد تاني. يبقى صب فولدر يبقى جوه فولدر، صب فولدر جوه فولدر، خلاص. اللي جواه في قلبه هتلاقي الفايلات بقى. يبقى ديت فكره تقسيم الكمبيوتر. انا وانا بتعامل الفولدر تعامله زي الصب فولدر زي الفايل زي اي حاجه عندي، خلاص. باخد انا مثال على اي حاجه فيهم الباقي كله زيها، خلاص. عملية المانجمنت بتاعت بيسموها الفايل مانجمنت، اللي هي إدارة الملف. إدارة الملف يعني أتحكم فيه، أديره. يعني إيه أديره وأتحكم فيه؟ يعني أخليه يوصلني الحاجة اللي أنا عايزها. بمعنى إن أنا عايز أنقله أعرف أنقله، عايز أنسخه أعرف أنسخه، عايز أحذفه وأخلص منه أعرف أحذفه، عايز ألاقي له طريق مختصر ما يتعبنيش وانا بجيبه، الاقي له طريق مختصر، خلاص. عايز اعرف مساحته اعرف مساحته،
اي حاجه من الحاجات دي بنسميها اداره الملفات، اللي هي الفايل مانجمنت، اللي هي موضوعنا النهارده، ازاي ادير الملفات وازاي اتعامل معاها. خلاص هنبدا بقى. اول حاجه هنقف هنا على سنه اولى كمبيوتر، الفولدر بتاع سنه اولى كمبيوتر عندي على الجهاز. لو وقفنا على سنه اولى كمبيوتر وضغطنا كليك يمين، كل الحاجات اللي احنا هنعملها النهارده كليك يمين، هنلاقي اوبن اول واحده. اوبن ديت اللي هي انا بجيبها اصلا عن طريق ان انا بضغط ضغطتين شمال، دايما اول واحده في القائمه الطويله ديت غالبا بتبقى اوبن، غالبا بتبقى اوبن. في الصور بتبقى بريفيو، بريفيو يعني عرض الصوره ورهاني، تمام؟ فهي يعني اوبن برضو، يعني مش فارقه خلاص، بس قصدي الكلمه بتبقى نفسها بريفيو، ما بتبقاش اوبن. المهم فاول واحده اوبن يعني افتح. طب انا هفتح دي، ما انا كنت ضغطت ضغطتين شمال اقوم فاتح عادي مفيش مشكله، يبقى انا ممكن اضغط ضغطه يمين وبعدين اوبن، او اضغط ضغطتين شمال. دي حاجه. تاني حاجه هناخدها، احنا هنقول طبعا الحاجات المهمه قوي والحاجات الاقل اهميه دايما بنرجعها لورا، لان احنا هدفنا ان الناس من اول ما تقعد او من اول ما الحاجات دي توصل لها او تشوفها بشكل او باخر يكون الموضوع بالنسبه لها مفيد وما يتعبوش في الموضوع اللي زي ده. فهنقول شويه حاجات الناس تمشي معايا وتسيبها من حاجات تانية. يعني اكسبلور دي ملهاش لازمه، سيرش ملوش لازمه، اللي تحت ده تبع برنامج الوين رير، سيبك برضو من سيبك منه دلوقتي. فانا قصدي الحاجات اللي انا هسيبها مش مشكله خالص، يعني عادي انا ما بفوتهاش اهمالا ولا حاجه، لا انا بفوتها عشان مش عايز الخبطك، عايزك تركز على الاجزاء اللي هي المهمه فعلا، وبعدين الحاجات التانيه هتيجي ان شاء الله. يبقى احنا خدنا اول واحده اوبن. تاني واحده هناخدها كات، اللي هي دي. كات يعني ايه كات؟ يعني قص، يعني قص. ده لو خليت بالك هتلاقي لما اجي قصه منظره بقى خفيف، يعني ايه شكله بقى باهت، خلاص شكله بقى باهت. هي دي الفكره، ان هو دلوقتي قص. ايه الفرق بقى ما بين القص والنسخ؟ في حاجه تحتها تاني تحت قصه ديت هتلاقي كوبي، قط وكوبي. ايه الفرق ما بينهم؟ قط يعني شيله من مكانه، شيله من جذوره وبعدين انا هاخده واديه حته تانية. حلو. كوبي يعني سيبه في مكانه واديه حته تانية برضه، خلاص. يعني كوبي بتعملك منه نسختين، النسخه الاصليه زي ما هي وبعدين بنعمل نسخه تانية نوديها في اي حته احنا عايزين، انما قط بتشيل النسخه الاصليه توديها اي حته تانية. فانا خدته قط. هروح بقى بارتيشن تاني. لو فرضنا ان ده يعني الناس اللي بتحب مثلا تجمع الالعاب مع بعضها، تجمع الافلام مع بعضها، تجمع الصور مع بعضها، كل واحد عايز يجمع حاجه، خلاص. فكده بيقعد ينقل بقى. طبعا لو شايفين هنلاقي ان هو بدأ يخلص التحميل. انا قفلت طبعا، وقفت التسجيل شوية عشان بس ما ضيعش وقت حضراتكم وتتفرجوا على التحميل، والجهاز اصلا بطيء. خلاص دلوقتي هو بيخلص في النقل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بيقعد يكتب في ارقام عشوائيه، يعني بيكتب لك 15 دقيقه وبعدين 30 ثانيه وبعدين اي حاجه، سيبك من الكلام ده. بس اهم حاجه انك تسيبه ينقل براحته عشان الجهاز ما يهنكش. يعني ايه بقى الجهاز يهنج؟ الجهاز يهنج يعني ما تقدرش تتحكم فيه، بمعنى ان هو ما يسمعش كلامك، تيجي تقفل، تيجي تفتح حاجه مش هتعرف تفتح، تيجي تقفل حاجه مش هتعرف تقفل. الجهاز ده بيفتح ولا بيقفل ولا بيشغل حاجه، ليه؟ نتيجه ان الكمبيوتر مشغول في حاجات تانية عن الاوامر اللي انت بتديها له، كويس؟ فانت وديته اوامر زيادة وهو مشغول اصلا هتلخبطه زيادة. انما لو سبته براحته يخلص الحاجات اللي وراه، قد يحتاج دقيقة، قد يحتاج دقيقة ونص، قد يحتاج خمسة، قد يحتاج عشرة، عادي.
لقيته مهنج بقى خالص وفقدت الامل وسبته براحته ومفيش حاجه، اوضاعها اتحسنت، اعمل ريستارت للجهاز خلاص، سواء من هنا، من الريستارت هنا اللي احنا قلناه قبل كده، او من الريستارت بتاع الزرار بتاع الكيسه. ده حل تاني لو فقدت الامل خالص، بس الحل ده حل اخير، يعني اخر البدائل ليك انك تقفل الكمبيوتر او تعمل له ريستارت والويندوز شغال، لان ده بيأثر على الويندوز. نرجع بقى نلاقي ايه، سنقول الكمبيوتر بقت هنا، احنا كنا واخدنا قط من الدي. نسينا نقول البارتيشن، اسم البارتيشن ايه، اسم البارتيشن، البارتيشن بيسمى باسم الحرف اللي ما بين القوسين، حرف اللي بين القوسين، فده بارتيشن سي، اللي بعده دي، اللي بعده اي، اللي بعده اف، خلاص ده بارتيشن جي وده بارتيشن اتش، بس دولت مش بارتيشنات، دولت درايفات. دولت الدرايفات اللي هما بيشغلوا الايه، الحاجات التانية، بس البارتيشن فعليا اللي هما اجزاء القرص هما اللي فوق، خلاص. فلو رحنا هنا للدي مش هنلاقي صندوق كمبيوتر، لانها اتنقلت راحت الاف، خلاص. طب لو انا عايز اخد منها نسخة، نفس الفكرة بتاعت كات، بس اتاكد كليك يمين، وبدل ما اختار كات بقى اختار كوبي. يعني ايه كوبي؟ يعني انا هاخد منها نسخة زيها بالظبط كأنها هي، بس سيب الاصل هنا، خلاص. يبقى انا هيبقى عندي نسختين في الحالة دي، نسخة هنا ونسخة في الحتة الجديدة، انما في الكات هتبقى هي نفس النسخة بس اتنقلت راحت التجديد. هعمل كوبي وبعدين اروح مثلا بارتيشن الاي واعمل هنا كليك يمين في اي حته فاضيه وبيست يعني لازم، خلاص. اضغط على بيست هيقعد ينقل اسيبه لحد ما يخلص. يبقى احنا دلوقتي خدنا كات وكوبي وبيست. هناخد حاجه كمان ونوقف لحد ما نعمل ان شاء الله الجزء الثاني من ازاي تتعامل مع الملفات برضو. هناخد حاجه كمان بسيطه جدا، هي الرينيم. انا دلوقتي الاسم اللي سنقوله كمبيوتر ده مش عاجبني، عايز اغيره، بلاش سنقوله كمبيوتر، اسم اي حاجه تاني. مواضيعي ده مثلا مش عاجبني كلمه مواضيع، عايز اخليه موضوعات. هقوم واقف وعامل كليك يمين وعامل رينيم. فاول ما عملت رينيم لقيت الكلام ازرق، كلام ازرق، فامسحه. امسحه بايه؟ بديليت او بالسهم اللي هو الباك سبيس. اسف، بديليت او بالسهم، سهم اللي هو فوق الانتر ده، اي حاجه فيهم يعني. المهم بجرب ده، ما مسحش اجرب التاني كده يعني. المهم انا مسحت دلوقتي بديليت، وبعدين اعمل الت شيفت، الت مع الاستمرار، الت ما وشيلش من عليها، وشيفت عشان اخلي اللغه عربي، الت مع الاستمرار وشيفت ضغط واحده، وبعدين اكتب بقى موضوعاتي، خلاص. وبعدين اضغط ضغطه بره عشان اثبت الاسم، خلاص كده ثبت، كده ثبت. يبقى انا كده اقدر اعمل رينيم، يعني ايه؟ اعاده تسميه، يعني حاجه اسمها مش عاجبني اعيد تسميتها، يعني ايه؟ يعني اسميها اسم جديد، خلاص. اخر حاجة النهاردة في اي حتة في الدنيا، لو انت عايز تعمل نيو فولدر في اي حاجة على سطح المكتب، في قلب بارتيشن، في اي حتة، الكلام اللي احنا بنقوله ده بيحصل في اي حتة، مش هنا بس، في اي حتة. جرب كليك يمين وبعدين نيو وبعدين بختار فولدر. اول واحدة هعمل نيو فولدر. النيو فولدر منه نيو فولدر، فهو عارف انك مش هتحب تسميه نيو فولدر. خلي بالك، هو اصلا المفروض يجي اسمه نيو فولدر، بس هو معمول لك نيو فولدر 2، لان في نيو فولدر واحد انا ما غيرتش اسمه موجود هنا، خلاص. فهو جاي معمول له رينيم جاهز، خلاص. لو انا مش عجباني الرينيم بتاعه هتك عليه اثبت اسمه وبعدين اعمل له رينيم بتاعتي، خلاص. وبعدين امسح واسمي الاسم اللي انا عايزه. لو مش عاجبني الفولدر ده او اي حاجه مش عاجباني في الجهاز، بتك كليك يمين عليها واعمل لها ديليت، يبقى انا كده حذفتها. اقول له يس، ما
انا كده حذفتها، بس حذفتها حذف مؤقت. يعني ايه حذف مؤقت ويعني ايه حذف نهائي؟ هنتكلم في الموضوع ده المره الجايه. بس انا حذفتها دلوقتي، الديليت اللي احنا خدناه ان هو كليك يمين ديليت ده، هنتكلم في المره الجايه ان شاء الله بتفصيل اكتر. بس هي فعليا دلوقتي ما اتحذفتش، اتحذفت حذف مؤقت، يعني راحت سله المحذوفات اللي هي الريسايكل بن. شكرا لكم على حسن استماعكم، نكمل المره الجايه ان شاء الله، اللي هو الجزء الثاني من، هيبقوا الاثنين نفس الاسم، يعني ازاي تتعامل مع الملفات، الجزء الثاني يبقى اسمه ازاي تتعامل مع الملفات اتنين، لو ده واحد يبقى ده اتنين. خلاص، شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.